الآن نصل إلى فقرتنا الصحية في حلقة اليوم التي سنسلط فيها الضوء على ملف شلل الأطفال والجهود العالمية والصحية المتواصلة للقضاء على هذه العدوى الفيروسية التي أودت بحياة الكثير من الأطفال فيما مضى وتسببت بالإعاقة لغيرهم. في الواقع شلل الأطفال هو مرض أو داء تمت السيطرة عليه والقضاء عليه في الكثير من البلدان بفضل اللقاحات والتدخلات الطبية، ولكن منظمة الصحة العالمية تقول بمناسبة يوم القضاء على شلل الأطفال إنه لطالما هناك طفل واحد مصاب بهذه العدوى فإن كل الأطفال مهددون ومعرضون للخطر. إذن تؤكد منظمة الصحة العالمية أهمية حماية وتحصين كامل الأطفال من شلل الأطفال، موضحة أن هذا المرض يصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل العضال، وأيضا يخسر ما يتراوح ما بين 5 إلى 10% من المصابين بالشلل حياتهم بسبب توقف عضلاتهم التنفسية. ولكن الملفت في الأمر أن التقديرات الأممية تشير إلى انخفاض حالات الإصابة بشلل الأطفال بمعدل 99% منذ 3 عقود، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة ما يبذل من جهود على الصعيد العالمي من أجل استئصال المرض، ولكن المنظمة تحذر من تراجع مستوى تقديم الخدمات الصحية حول العالم بسبب التعقيدات والقيود التي فرضتها الجائحة. طبعا القضاء على شلل الأطفال لا يتعلق فقط بأخذ المطعوم، وإنما يفرض على الدول والحكومات الاستمرار بحملات الرقابة الصحية بشكل دوري لضمان عدم عودة هذا المرض. طبعا بالمناسبة هذا تماما ما تقوم به موريتانيا حاليا، حيث تستعد لإطلاق حملة تطعيم وتوعية حول شلل الأطفال في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل، وتستهدف الحملة وقف المدير العام للصحة محمد محمود أكثر من 1,000,000 طفل في مختلف مناطق البلاد. موريتانيا من المتوقع أنها يوم 11 نوفمبر لا تقوم بحملة وطنية شاملة مستهدفة الأطفال من 0 إلى 5 سنوات بلقاح ضد شلل الأطفال. هذا اللقاح يعتبر لقاح جديد أكثر أمن من اللقاحات اللي كانت سابقه، لا يتم استخدامه بصفة استعجالية في موريتانيا في الفترة اللي هي هذه الحملة، لا تعود متوقع أنها تعود متزامنة مع على الأقل 2 دولتين من دول الجوار. هذه الحملة الهدف منها هو تصدي الحالات المحتملة من شلل الأطفال. الفيروس تم اكتشافه من جديد في موريتانيا بعد القضاء عليه في السنوات الماضية، تم اكتشافه من جديد عند 4 حالات، وتم اكتشاف الرقابة البيئية، يعني عبارة عن عينات تنقبض من الوسط البيئي، تم اكتشاف ذاتية مالي فيها عدة حالات موجبة. السبب فيها دائما هو نقص التغطية بلقاح الشلل، نقص التغطية في الروتين، لأنه مالي تباعد الحملات بين هذه الحملات في الفترة اللي دائما تعقب القضاء على كل مرضيات الحملات تتم لم تستمر ياك تقوي المناعة. آخر حملة ضد شلل الأطفال كانت في موريتانيا سنة 2017، وعادة اللي تخلق 4 إيمان ولا 5 إيمان ما خلقت حملة جديدة في الفيروسات اللي تحت رقابة يودي ذاك الرجوع من جديد. وبالتالي في السياق هو اللي يقوم بذي الحملة مدة يوم 11 نوفمبر مدة 4 أيام، ولا يتم إعادتها بعد 2 أسبوع، يعني تذكير بعد 2 أسبوع بنفسها. تستهدف هذه الحملة تستهدف 1,000,000 تقريبا، 1,000,000 وشوي، 1,050,000 ولا 1,100,000 من الأطفال. عالميا تعد الولايات المتحدة من أولى الدول التي تمكنت من القضاء على شلل الأطفال، حيث غيرت التجربة الأمريكية حياة الأطفال في الولايات المتحدة والعالم. تاريخيا يعود أول توثيق وإبلاغ عن تفشي شلل الأطفال في الولايات المتحدة لعام 1843، في حين بلغ شلل الأطفال ذروته كوباء في الولايات المتحدة عام 1952.
وأصابت العدوى نحو 58 ألف طفل وأودت بحياة 3000 منهم. بالإضافة إلى ذلك تسبب شلل الأطفال أو تسببت هذه الأزمة أو هذه العدوى أصابت نحو 22 ألف طفل فأودت بحياتهم. وفي هذا الأثناء طور الطبيب جوناس سوك أول لقاح لشلل الأطفال استخدم على نطاق واسع ولتعميم اللقاح وتحفيز الجميع على اعتماده والإقبال عليه، تعاون مختلف الجهات لتشجيع المواطنين لأخذ هذا اللقاح لتتمكن الولايات المتحدة من القضاء التام على هذه العدوى في عام 1979. الحديث عن فيروس شلل الأطفال، ينضم إلينا الآن استشاري طب أمراض الأطفال والرضع الدكتور معاوية العليوي. صباح الخير عليك دكتور معاوية. في البداية نريد أن نتحدث أكثر عن آلية الإصابة بهذا الفيروس، عن الفيروس نفسه، كيف تتم العدوى به وفي أي عمر بالتحديد؟ صباح الخير، تحية طيبة لكم والمشاهدين الكرام. فيروس شلل الأطفال ينتقل بشكل رئيسي عن طريقين رئيسيين. الطريق الأول هو عن طريق البراز الملوث ثم إلى الفم فيكو أورال روت، أي من خلال تناول الطعام أو المياه الملوثة. الطريق الثاني هو عن طريق الفم، من الفم إلى الفم، أو أورال روت، أي من خلال اتصال وثيق مع شخص مصاب بالفيروس. طبعا هذا الفيروس له ثلاث أنماط، جميعها ممكن أن تسبب الشلل عند بعض الأطفال، وتنتمي هذه الفيروسات كلها إلى عائلة من الفيروسات تسمى الفيروسات المعوية. فبعدما أن يصل إلى الأمعاء ممكن ينتقل عن طريق الدم إلى الحبل الشوكي، ومن هناك يهاجم الخلايا المسؤولة عن الحركة، وقد يسبب شلل رخو في العضلات وخصوصا عضلات الأطراف السفلية. دكتور، إيش هي أبرز أعراض هذا المرض؟ طبعا 70% من الحالات، حالات الإصابة بالفيروس هي غير عرضية، أي لا تترافق مع أي أعراض، لكن هناك حوالي 25% من الحالات ممكن أن تأتي بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، من ارتفاع في الحرارة، صداع، ألم في الحلق، إقياء. وهناك حوالي 1 إلى 5% من الحالات قد تتطور إلى حدوث ما يسمى بالتهاب سحايا عقيم، لكن لا تترافق مع الإصابة بالشلل. شلل الأطفال يحدث عند أقل من 1% من الحالات، حيث يتطور الحالة إلى حدوث ضعف في عضلات الساقين، وممكن أن تحدث الوفيات في حوالي 5 إلى 10% من الحالات المصابة. الخطورة في الفيروس ليس فقط في الشلل، لأنه حتى الغير عرضيين ممكن أن ينقلوا الفيروس للآخرين، وبشكل خاص الغير ملقحين. طيب دكتور معاوية، يعني دعنا نتحدث عن جهود القضاء على هذا المرض. يعني ذكرنا منذ لحظات أن التقديرات الأممية تشير إلى انخفاض حالات الإصابة بشلل الأطفال بمعدل 99% منذ 3 عقود، لكن عربيا هل ما تزال هناك مخاوف من عودة شلل الأطفال، خصوصا في الدول التي تعاني من انهيار صحي بسبب النزاعات أو التحديات الاقتصادية؟ أي بؤرة في العالم تعاق خلالها الوصول اللقاحات إلى الأطفال، أو قد ممكن أن تعود حدوث جائحة لشلل الأطفال. طبعا النظام الصحي السيء، المناطق التي تشهد صراعات أو تشهد حروب، كلها بؤر من ممكن أن تزيد خطورة عودة شلل الأطفال إليها من جديد. طيب يعني هل يمكن أن يصاب به الأطفال على الرغم من حصولهم على اللقاح؟ هناك لقاحين لشلل الأطفال، أحدهما فموي والثاني يعطى عن طريق العضل. طبعا إذا تناول جرعتين من اللقاح تعطي وقاية تصل إلى 95%، أما تناول 3 جرع من اللقاح تعطي وقاية تصل حتى 99 إلى 100%. طبعا الحالات نادرة جدا جدا ممكن أن تحصل العدوى، ولكن هذه الحالات في أغلب الأحوال تكون غير عرضية، حتى مدة طرح الفيروس بالبراز تكون قليلة جدا. لذلك لابد من التطعيم، لأنه احنا ما في لقاح هو 100% يعطي وقاية، لكن احنا نوازن بين الأضرار والفوائد. التطعيم هو ضروري جدا، حتى نلاحظ ان الدول العالم المتطور لا تزال تطعم اطفالها حتى بعد القضاء على شلل الأطفال فيها. طيب دكتور معاوية، ما هي ابرز المعلومات الخاطئة المنتشرة عن مرض شلل الأطفال عموما؟
شل طبعا في كثير دائما ننسال على موضوع لما تصير حملات التطعيم الفموي انه هذا انه احنا نعطي اطفالنا ولا لا. الناس كثير تخاف من التطعيمات انه هاي التطعيمات ممكن تعمل مشاكل او ممكن تصيب الاطفال حقيقه بالعدوى, وهي حالات نادره جدا. كثير في خوف من التطعيمات بشكل عام, وهذا خطا جدا, ممكن ان يزيد خطوره انتشار شلل الاطفال بين الاطفال. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح, استشاري طب أمراض الأطفال والرضع دكتور معاوية العليوي, شكرا جزيلا لك.